يا هلا فيكم من جديد. ضرب الإرهاب العاصمة الفرنسية باريس في كارثة غير مسبوقة وقعت في 6 مواقع مخلفا عشرات القتلى والجرحى. تنظيم داعش الإرهابي تبنى اليوم في بيان رسمي مسؤوليته عن هجمات باريس. خلونا نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سيكون النقاش حول ما حدث في باريس ليلة البارحة. قضت العاصمة الفرنسية باريس ليلة مأساوية دامية بعدما ضربتها عدة هجمات إرهابية خلفت مئات القتلى والمصابين. ففي آخر الإحصائيات نقلت وكالة فرانس بيرس عن مصدر بمكتب الادعاء العام الفرنسي قوله إن عدد القتلى المبدئي في هجمات باريس وحتى وقت إعداد هذا التقرير يبلغ 130 قتيلا، وأن هناك 99 مصابا في حالة حرجة. هذا وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي في بيان اليوم السبت تداول على موقع تويتر اعتداءات باريس ليلا والتي أودت بحياة 128 قتيلا، في حين قال الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند إن الهجمات حدثت بتدبير خارجي أعانته أيد داخلية ووصفها بأعمال الحرب. في جانب آخر عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وعبر المصدر عن تعازي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا إلى أسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديقة والتمنيات الخالصة للمصابين بالشفاء العاجل. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي، كذلك سيلتحق بنا من استديوهاتنا في جدة المحلل السياسي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أنور عشقي. أستاذ سليمان، نبدأ في الموضوع، كيف هي قراءتك لهذا المشهد؟ التفجيرات الإرهابية والعمليات الإرهابية اللي كانت مساء البارحة في باريس، تبني داعش لها اليوم، توقيتها قبل اجتماع فيينا وكذلك قبل قمة 20 في تركيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تأتي هذه الضربة القوية والمدروسة وغير يعني والمرتبة في بعد أيام من مشاركة القوات الفرنسية في ضرب داعش، ولكنها أيضا تأتي قبل يوم واحد من قمة 20 في تركيا وقبل ساعات من لقاء فيينا لدرس ومعالجة الأزمة السورية. وهذا السياق في الواقع يعطي فكرة إنه مثل هذه الضربات هي تأتي للتأثير على نتائج اجتماعات سياسية لها علاقة بالوضع السوري. نعم. وهذا يؤدي بنا في الواقع إلى التأكيد على ما كنا نقوله سابقا من أن داعش منظمة استخباراتية وليست منظمة دينية. أنت حكمت بناء على طريقة العملية اللي صارت. نعم، على طريقة العملية والعمليات السابقة، يعني عندما تضرب داعش السعودية وتركيا ومن أخلص أصدقاء الشعب السوري، واليوم تضرب باريس وهي يعني الدولة الأوروبية الأبرز في دعم الشعب السوري وضد الأسد، يعني يعطيك فكرة يعني واضحة إنه المستهدف هم أعداء الأسد وليس وأصدقاء الشعب السوري. وهذه يعني هذه السياقات السياسية يعني لا تخون يعني الملاحظ والمراقب السياسي في معرفة يعني تشخيصات المنظمة هذه وأهدافها ويعني طرقها للتأثير على نتائج المفاوضات السياسية الجارية حول خريطة المنطقة. يعني كان يبك تقول إنه داعش لا يستبعد علاقتها
ببشار الأسد بدليل استهدافه لكل من وقف مع الشعب السوري. نعم نعم، هو فيه تقارير تقول أنه حجم التجارة بين دمشق وبين الرقة عاصمة داعش ويعني 80 مليون دولار، ويعني وتدخل فيها النفط وتدخل فيها السلع وتدخل فيها وفيه دخول وخروج للبشر بين الإقليمين يعني بشكل واضح، وما فيه يعني ما ممكن التستر عليه. وأعتقد أنه داعش خدمت المخططات النظام السوري منذ البداية، وهي بالضبط يعني أعطت تبرير لمحاولة تعويم نظام بشار الأسد دوليا، وكما أنها سوغت لبعض القوى الدولية مسألة الخيار بين داعش أو التطرف الراديكالية السنية وبين نظام بشار الأسد. طيب دكتور أنور، أعيد نفس السؤال لك، كيف تنظر لهذه العمليات الإرهابية؟ هل لتوقيتها كذلك دلالة؟ ما الرسالة التي أرادت داعش أن توصلها من خلال هذه العمليات الإرهابية؟ نحن نعرف بأن الإرهاب هو تدمير الممتلكات وإزهاق الأرواح لتحقيق غرض سياسي، فدائما الإرهاب الضحية فيه بريء لأنه يخدم هدف سياسي. الهدف السياسي من هؤلاء طبعا هم يريدون أن يقيموا الخلافة الإسلامية بهذا الأسلوب، أرادوا هم أن بهذا العمل يريدوا أن يستقطبوا المزيد من يعني من الأعضاء من المؤيدين من الأتباع وغيرهم، وهذه العملية قد تحفز البعض من ذوي العقول المحدودة أن يلتحق بهم، خصوصا وأنه في الأيام الأخيرة بدأت تتناقص الأعداد التي تأتي إليهم بعد تضييق من ناحية تركيا ومن بعض الأماكن، فوجدنا بأنهم هؤلاء يعني لم يحصلوا على الكثير. هذه العمليات تحفز البعض الحضور. الأمر الثاني، لا شك قد يكون هناك يعني دلالة على أنهم يريدون إفساد هذه القمة وهذه المؤتمرات القائمة، سواء كانت في القضية سوريا في فيينا أو غيرها، ولكن هؤلاء أرادوا أن يثبتوا وجودهم في عملية في وقت قصير، حققوا ضربات متعددة، أسقطوا طائرة روسية، ضربوا في العمق طبعا حزب الله، الآن يضربون في باريس، أخرجوا هذا البيان مشمول بأن هذه ليست الضربات إنما هي بتمهيد وضربات أولى لباريس، عللوا هذا بأن باريس طبعا تحارب الإسلام، وتناسوا بأن في باريس يعني مسلمين احتلوا المرتبة الثانية في الأديان. لكن هذه العملية يدل على أنها ستتبعها عمليات أخرى كثيرة. طيب أستاذ سليمان، بعض من حلل أو ربما أدلى برأيه حول العملية اللي حدثت في باريس ذكر يعني أنه ربما المجتمع الدولي الآن يكتوي جراء تقاعسه في التعاطي مع الأزمة الروسية السورية، وكذلك تعامله مع ملف داعش بشيء من الليونة. وش رأيك؟ نعم، أنا يعني أعتقد أنه أعتقد أسباب طبعا أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب أسباب كثيرة، ويعني وحللنا كثيرا وحلل الكتاب والمراقبون في المملكة وسواها الأسباب، يعني سواء كانت أسباب دينية أو فكرية أو أسباب يعني تتعلق بالتعليم أو وفصلوا في هذا كثيرا، لكنه لم يركز في الواقع على العامل السياسي. العامل السياسي هو الذي استقطب هؤلاء الشباب
وهو الذي كون في عقولهم الراديكالية، وهو الذي وجههم إلى يعني دفعهم كالمغناطيس إلى يعني مناطق الصراع. العامل السياسي من وجهة نظري الشخصية هو السبب الرئيسي في 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 انتشار الإرهاب. يعني لما سوريا يصير فيها أزمة أخلاقية وإنسانية ويقتل فيها 300,000 إنسان ويغيب مثلهم ويشرد 7 ملايين في الخارج، هذه البيئة تتيح الفرصة لانتشار فكرة الصراع لدى الشباب، والشباب معروفين انهم يعني لديهم يعني فكر غض وخام وليس له يعني خبرة واسعة في لعبة الأمم، ويتجهون على طول حطب لهذا الصراع وينخرطون فيه. وأنا أعتقد شخصيا أن الصراعات في المشرق العربي هي التي عززت موضوع الصراع، موضوع الإرهاب. لندرس الإرهاب منذ نشوءه. الإرهاب انتشر بواسطة القاعدة في التسعينات بعد الحرب الكويت، ثم انتشر بعد الغزو العراقي للغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 باسم شو اسمه الدولة الإسلامية، والآن استفحل بعد الثورة السورية. إذن الأزمات والحروب وخاصة التي يظهر فيها مظالم، مظالم عربية ومظالم إسلامية، هذه تجذب الشباب مثل المغناطيس. فأنا في تقديري إنه صحيح في أزمة تسامح، في مشكلة يعني شيء ما في التعليم في الله، لكن المناخ السياسي هو المتسبب الرئيسي، المناخ السياسي المنطقة هو المتسبب الرئيسي في انفجار هذا الإرهاب بهذا العنف الضخم. طيب دكتور أنور، رئيس وزراء فرنسا هولاند ذكر أننا في حرب مع داعش وليس مع الإسلام، كيف تنظر لهذه النظرة الغربية في الوقت الحاضر تجاه العمليات الإرهابية؟ النقطة الأخرى المهمة، هل ربما تؤثر على اسم الإسلام أو صورة الإسلام مثل هذه العمليات الإرهابية التي بالتأكيد لا يقرها لا دين ولا عرف؟ طبعا لا شك بأنها تؤثر على سمعة الإسلام، وأي عمل في عنف وفي قتل الأبرياء يؤثر على سمعة الإسلام. لكن إحنا أيضا مقصرين، المفروض نفهم الناس ما هو الإسلام الصحيح. وأيضا فرنسا عليها أن تبدي حسن النية بشكل أكبر، ولا تترك ولا تشجع الفئات الأخرى التي تحارب الإسلام. الأمر الثاني، نحن نعرف، وأنا أحب أضيف على ما تفضل به الأستاذ العقيلي، أن هناك عمل استراتيجي. حينما كان التحالف يحارب داعش كان يحاربها بطريقة استراتيجية، إيقاف المد، طبعا مد داعش، وفعلا أوقفوا مد داعش، بعدين ترك تدمير داعش إلى القوات المحلية وبدأوا الأكراد وغيرهم، وبعد ذلك ينهوهم بطريقة. لكن جاءت روسيا وضربتهم ضربات عشوائية فاستفزتهم أكثر، وبدأوا يخرجون إلى الساحة إلى الخارج، وأنا أخشى أن ينتشروا في العالم كله. إذا لابد أن تكون هناك خطة استراتيجية للقضاء على هؤلاء. أيضا يجب أن نعرف ما هي أهدافهم الحقيقية السياسية حتى نستطيع أن طبعا أن نحاربهم ونحارب فكرهم بالضبط كيف يصير. لكن الكل يحاول أن يجير هذه ضد المملكة العربية السعودية وضد علماء المملكة العربية السعودية، بدليل أن معظم هذه الأعمال الإرهابية تحدث من دول من شباب تربوا في أوروبا وليس على المعاهد السعودية أو المدارس السعودية، فنشأوا في أوروبا وقاموا بهذا العمل في أوروبا، لكن مشاعرهم صحيح إسلامية لكنها تسير في الطريق الخطأ. نعم. طيب دكتور أنور، أخيرا باختصار يعني لضيق الوقت، كيف تستشف المستقبل اللي ينتظر المنطقة، كذلك التعامل مع ملف الإرهاب من مثل منظمة داعش الإرهابية بعد تفجيرات باريس؟
طبعا الأساس أنه يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية للتعامل مع داعش. ثانيا لابد عدم توفير الملاذ الآمن في سوريا بأن يتحقق السلام. يجب أن لا يكون هناك إقصاء للسنة في العراق حتى يستطيع السنة والشيعة يتضامنون في القضاء على داعش. بعدها تنتهي داعش. شكرا لك الدكتور أنور عشقي. أستاذ سليمان أسألك سؤال الأخير. الآن ربما اجتماع في فيينا وسمعنا أنه ربما هناك وصول إلى التسوية أيا كانت هذه التسوية سواء كانت ناعمة أو قوية. السؤال يطرح نفسه، ما الحاجة الآن أو كيف ترى الحاجة للسعي قدما كون ربما سوريا تمثل ربما محضا لداعش بشكل كبير لتسوية يعني الصراع في سوريا؟ نعم، أنا أخشى أن الضغط السياسي ضغط الإرهاب الآن على العالم يدفع العالم إلى تسوية أينما كانت. وهذه مشكلة. واليوم في اجتماع فيينا بالفعل طبخت تسوية غير فضفاضة وغير واضحة وغير ناضجة، ولا أعتقد أنها تحل المشكلة في سوريا. وأنا أعتقد أنه إذا كانت هذه التسوية ستعتمد أن الإرهاب لن ينتهي في المنطقة، لأنها تجاوزت موضوع مناقشة موضوع تنحي الرئيس بشار الأسد واعتمدت تسوية من ثلاث نقاط. أولا تشكيل حكومة خلال 6 شهور وإجراء انتخابات خلال 1.5 سنة ومفاوضات بين النظام والمعارضة خلال 6 شهور القادمة مع التزام الحاضرين بهذه التسوية وإيقاف ووقف إطلاق النار. هذه وإصلاحات دستورية. المطلوب ليس إصلاحات دستورية يشرف عليها الأسد، المطلوب الذي عبر عنه الشعب السوري دستور جديد ونظام جديد ورئيس جديد أو رئيس جديد على الأقل مع بقاء جسم النظام. هذه التسوية أنا أعتقد لا تؤهل لحل في سوريا، وأنا عندي شبه يعني اعتقاد إنه المجتمع الدولي لا يريد حل المشكلة، لأنه قذف بتسوية مخملية ناعمة وغير فضفاضة وغير مريحة للشعب السوري ولأصدقائه. وأنا أعتقد أن التسوية لن تحل المشكلة السورية ولن تقوض الإرهاب في المنطقة. شكرا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب المحلل السياسي. شكرا لضيفنا من جدة الدكتور أنور عشقي المحلل السياسي ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. فاصل قصير وبعد الفاصل لنا عودة، ابقوا معنا.